في الحياه من وقت لوقت دائما كنبغي التغيير. التغيير دائما كيكون ماشي بالضروره واحد الحاجه اللي كبيره، ولكن واحد الحاجه اللي بسيطه اللي تقدر تحسك بانك تبدلت فيك شي حاجه ولا بدلتي شي حاجه، ولا على الاقل تموتيفيك باش ما كيبقاش عندك داك نفس الروتين. على هذا الشيء سبق تدرس نبداو الفيديو على بعض. مصطلحات كالفلوس، النجاح وحتى السعادة داكشي دائما كيكونوا مرتبطين بيناتهم. فكتسمع مثلا اذا ما كانوش عندي الفلوس مثلا ما غاديش نوصل لواحد الحاجة اللي بغيتها. فمثلا كواحد كيدير كمال الأجسام كيقول لك اذا ما كانش عندي فلوس بزاف راه ما غنديش ديك الفورمة اللي بغيت، ولا اذا ما كانش عندي فلوس ما غنسافرش، ما غنديش بزاف الحاجة اللي غيخليوني كنحس بواحد السعادة. دائما هاد ثلاثة الكلمات اللي هي الفلوس والسعادة والنجاح دائما مرتبطين بيناتهم. ولكن بقى معايا في الفيديو غنعرفوا كيفاش انك تحس بالسعادة تكون ناجح والمال ما يكونش هو الحاجه اللي مهمه ولا الحاجه اللي كتمحور عليها هادشي كامل. حيت اللي كتهضر معاه يقول لك الفلوس باش نقدر ندير كلشي. نبداو الفيديو على بركه الله. اصلا منين الفيديو قهوه زوينه. اصلا اول خطا كنديرو حياتنا كامل باش كنبقاو نديرو شي حاجه كنبقاو نديرو ديك الاوفر ثينكين، وكنبقاو نفكروا في الاشياء السلبيه اللي تقدر توقع اكثر من الاشياء الايجابيه. هو مزيان انك دير واحد البلان داكشي اللي بغيتي ديرو، دير واحد الخطه وتعرف شنو هما الاشياء اللي يقدروا يوقعوا سلبيه ويقدروا يوقعوا ايجابيه، لكن ما خصكش تفكر بزاف. الاوفر ثينكين ما مزيانش. تفكر دير بلان ديالك وتبدا توكل على الله وزيد ديك الحاجه وغادي تصدق. وحتى لو ما صدقتش فالاخطاء كنقولوا من الاخطاء نتعلم. الخطا ديما كيكون واحد الاكسبيرينس بالنسبه لك، وكتقدر تصحح هذيك الاشياء اللي درتي باش كدير ولا كتوصل داك الهدف ديالك بواحد نقول واحد المثاليه. كتوصل تقريبا لديك المثاليه اللي بغيتي، يعني داك البروجي ولا داك البلان اللي درتي كيكتمل 99%. نكملوا الفيديو اليوم كاين معنا واحد الضيف اللي خارج معنا. ف ويلكم دافيد. عرفتي راه خربقني ما خلانيش نخرج بوحدي، قال لك والو تخرجني معاك. كنت داير الخطه انني نمشي لاصال فلغيت الخطه ودابا غادي نمشيو غير انا وياه نخرجوا ندورو شويه ونتلاقاو الدراري في السونتر عبد الرحيم وشي دراري اخرين. السلام للفلوغ. دابا انت خارج معنا اليوم تسار، قول لهم بريفي هرب. اجي لهنا صاحبي، اجي اجي عبد الرحيم. مرحبا بك معانا. نبداو بعدا بالسعادة. عمرك غادي تكون سعيد إذا بقيتي كتقلب على معنى السعادة، وعلى ديك السعادة ما عمرك ما غادي تعيش اللحظة ديالك ولا غتعيش حياتك إذا بقيتي ثاني كتقلب على معنى الحياة. شوية فلسفية، ولكن خصك ديما تعيش حياتك. مقنع دافيد، هاد الدواء ديالو، الدواء ديال الدواء ديالو صافي عطيه هادو كينسى العالم واخا في الزنقة يبقى يتفرج. قول راه كان كيخوت دافيد. ياك وسام، وسام وسام واحد الانسان اللي باقي غادي تعرفوا عليه بزاف الحاجة. كاين واحد السؤال اللي ديما كيتطرح، واش الفلوس كتشري السعادة؟ الجواب نعم ولا لا. علاش؟ لأن الفلوس ما كتشريش السعادة، السعادة اللي كتبغي أنت، ولكن كتشري لك واحد السعادة اللي كتسمى سعادة مؤقتة. علاش مؤقتة؟ نعطيكم واحد المثال. مثلا ملي كتشري شي تليفون مثلا ايفون 10 ولا شي حاجه، كتكون سعيد في ديك الفتره اللي شريتي ديال السيمانه الشهر، ولكن من بعد كيولي واحد الشعور اللي عادي حيت عندك ايفون واحد الحاجه اللي عاديه كتولي عندك في الحياه، فكتختفي ديك السعاده. اش كدير؟ آه.
اوكي باش نكونوا واضحين، خليناها في السعاده المؤقته. علاش عطيتكم وقلت لكم المال ولا ماني كيجيب غير السعاده المؤقته؟ غنشرح لك. كاين واحد السؤال كيتقال، واش ولا قلنا قبيله وجاوبنا وجاوبت عليه قلت لكم واش الفلوس كتشري السعاده؟ وي قلت لكم الفلوس كتشري السعاده، لكن ديك السعاده المؤقته. علاش؟ لان في الحياه كاينين جوج ديال جوج الانواع ديال البروبليمز، جوج الانواع ديال المشاكل. المشاكل اللي كيعانوا من جميع الناس، سواء كنتي غني سواء كنتي فقير، اللي هما المشاكل ديال الحياه، السعاده، تلقى معنى الحياة، المهم اللي كتكون داخلة في الحيز نقدروا نقولوا نفسي. ولكن كاينين المشاكل المالية، المشاكل المالية كيعانوا منهم الناس اللي الدخل ديالهم محدود أو فقراء، بحال نشري دار، الخلصة تكون مزيانة وتقدني كمل الشهر وداكشي. هاد المشاكل ما كيفكرش فيهم واحد الإنسان اللي لاباس عليه. فهنا كنقولوا الفلوس كتشري ديك السعادة اللي كتخليك سعيد واحد مؤقتا. أنا شريت دار، أنا الخدمة ديالي كتقاد لي الفلوس، أنا الفلوس ديالي اللي كنشد في الخدمة كتقدني، أنا نقدر نسافر بحال شي واحد اللي لاباس عليه وداكشي، أنا نقدر ندير. هادي كنسميها بالنسبة لي أنا سعادة مؤقتة ماشي سعادة دائمة. أما اللي هضرنا على ديك السعادة الدائمة اللي كتكون واحد الإنسان مرتاح نفسيا وداكشي، هادي حتى الناس اللي لاباس عليهم وعندهم فلوس ماشي كلشي عندهم. يعني ملي كنجيو نهضروا وكنهضروا على الإنسان متساويين نفسيا، فالفلوس ما كتشريش ديك السعادة اللي بغيتي، ولا الفلوس ما كتشريش لك داكشي اللي بغيتي. هذا هو الجواب اللي نقدروا نقولوا حتمي على الفلوس واش كتشري السعادة. المهم كنظن انا الفكره وصلت. هذا فيما يخص الفلوس، لكن هضرنا على النجاح في الحياه. بزاف الناس كيف قلت في الاول ان كيبقى يخمم ولا كيبقى يعطي وقت اكبر انه يبلاني ولا يقلب على المعنى ديال الحياه ولا السعاده ديالو داكشي. ولكن اذا كنتي كدير داكشي اللي بغيتي، فاكيد انك غادي تكون اولا سعيد. مع مرور الوقت غتوصل داك الراحه الماليه، يعني كتكون واحد الانسان الفلوس اللي تقدو في الحياه انه يكون سعيد ماليا، نقدروا نقولوا بين قوسين السعاده الماليه. فداكشي كيبدا بالمداومه، شي دير واحد الحاجه قليله في النهار، داك البروجي اللي انت دايرو تدير فيه واحد جزء قليل. مثلا تقول اليوم غناخذ واحد ربع ساعه وغنبدا نقاد داكشي اللي كندير. مثلا نهضروا على شي واحد يعجبو فحال اللي كندير حنا في يوتيوب، يوتيوبر. اذا دار واحد النهار واحد نص ساعه في النهار وكتب واحد الحاجه وخدم عليها وصورها وشوف واش هي هذيك مزيانه وكيبقى بوستي وخدام على اليوتيوب ديالو بشويه بشويه وباستمراريه، داك الشخص واحد المده معينه، ما نقدرش نقول لك واش سنه ولا سنتين، المهم غادي يوصل، غادي يوصل. داك الانسان اللي يلاه كيبدا في يوتيوب وكي يبوستي لواحد المده طويله، مثلا نقولوا كيبوستي شهر، كيبدا ديما يوميا كيلوح الفيديوهات، من بعد كيمشي داك الحافز كيتديموتيفا. علاش؟ حيت هو ما كملش داكشي اللي كيعجبو، ما قدرش يكمل. فالاستمراريه هي واحد الاهم عنصر في النجاح. باش الانسان انه ينجح ضروري من الاستمراريه، وانك دير داكشي اللي كيعجبك، ماشي دير يوتيوب حيت بزاف الناس كيديروا يوتيوب، ماشي دير يوتيوب فقط حيت باش تولي مشهور. يوتيوب غير واحد ليكزامبل، كنهضر مثلا لاعب كره القدم ولا كمال اجسام ولا ممثل، اي حاجه بغيتي دير في حياتك ضروري من الاستمراريه، وضروري انك تكون كتبغي داكشي اللي كدير. لان هاد ثلاثه ديال الحاجات اذا كنتي كتبغي داكشي اللي كدير وكانت الاستمراريه فيه، فاكيد غتوصل لدوك ثلاثه ديال الحاجات اللي بدينا في الاول، السعاده والنجاح والسعاده الماليه، ولا انك تكون عندك ديك الفلوس اللي بغيتي ولا داك المال اللي كيبحث عليه العالم كامل اللي مسطي عليه ومقاتل عليه. ذاتس ات، هادشي اللي كنظن. الحاجه اللي الانسان ولا انت اللي كتفرج عليه خصك تعرفها، ما كاينش شي واحد اللي غادي يعطيك السر ديال الحياه ولا السر ديال النجاح في الحياه ولا السر ديال السعاده، داكشي كامل انت كتلقاه، لان كل واحد عنده الطريقه ديالو في العيش، كل واحد كيفاش كيشوف الحياه والمنظور ديالو للحياه، كل واحد وشنو هما الاشياء اللي كيخلوه سعيد، الاشياء اللي كيخلوه كيستمر وكيموتيفي راسو باش يوصل لداكشي اللي بغا. بحال دابا السعاده المؤقته ديالي انني طيبت لراسي صوبه، درت واحد الصوبه روسيه مزيانه، هذه واحد السعاده مؤقته، لانني باش غادي نشرب هذه الصوبه غادي نحس بواحد السعاده، لكن غير غتخوى الكرش ما غتبقاش ديك السعاده المؤقته كاينه، والصوبه تسالات ما نبقى سعيد. لاحظت واحد الحاجه، اني ديما فاش كندير هاد النوع ديال الفيديوهات كندير هاد الطربوش، وفي هاد الفيديو ما درتش هاد الطربوش، فاحنا درنا هاد الطربوش. شغل موسيقى لاي 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 لا. المهم قبل ما نسير الفيديو نمشي نشرب الصوبه ديالي نقول لكم كيفاش جات.
في الحياة عادي أنك تحس بالاكتئاب. المشكل هو أنك ما تعرفش تخرج من ذاك الاكتئاب. أي واحد في العالم يكذب لك كذاب، سواء كان ناجح في الحياة دياله، سواء كان باقي الله بدأ الحياة دياله، سواء ما عارف ما يدير. كيجيك واحد النهار اللي كتكتئب فيه، واحد النهار اللي كتشعر بالاكتئاب، لكن إلا ما بغيتيش يبقى يجيك اكتئاب بزاف وتعرف تخرج منه، دائما مش يا استمرارية والمواصلة والخدمة والخدمة بجد وتعطي واحد الوقت سواء قليل سواء كثير باش توصل. المهم تستمر، ولكن ضروري من التغيير. وفي الفيديو في البداية ديال الفيديو قلت لكم أي تغيير بسيط يقدر يبدل من النفسية ديالك ويخليك تخرج من ديك القوقعة ديال الاكتئاب. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، أتمنى يكون عجبكم الفيديو، أتمنى يكون وصلت الرسالة من هذا الفيديو هذا كامل. تفاعلوا مع الفيديو، عطوني الآراء ديالكم، بارطاجي الفيديو إذا عجبك، يقدر يساعد شي واحد باش يفهم معنى الحياة، نقدروا نقولوا معنى الحياة ولا السعادة المالية. تهلاو الصبة ديالي غتبرد. بيس. وكيف جاكم اللون ديال الشعر؟ Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but I never called. I got too faded off the wet. Said your name, but I forget. Now you lying in my bed, and I'm just stuck at 1%. Blunt in my hand, ashes on my pants.